النهاردة هنشرح ريفن. أنا تعبت والله من الحرف ده. بتلعب توب بس، ولو تقيل بيها ممكن جنجل. من الشخصيات اللي تقدر تشيل جيم كامل لوحدها، ومن الشخصيات اللي بتعمل دامج وسبيد عالي، ومن الشخصيات اللي لما بتتشقلب بتجيب بنتك كده. الباسف بقى ان سيف ريفن بيبقى اقوى كل لما بتستعمل سكيل، الدامج بتاعك بيزيد لحد 3 ضربات. اما الكيو بقى لما بتضربها بتزودك في الدامج وبتديك ضربتين اوتو اتاك، كل ضربه فيهم بتعمل دامج من 15 ل 95. والضربه الثالثه ريفن بتتشقلب على العدو وبتعمل له نفس الدامج بس زياده كنوك باك. اما الدبليو بقى فمجرد ما بتدوس عليها هتعمل للعدو من 55 ل 175 زائد 100% بونص دامج وستان لمده ثانيه الا ربع. اما الاي بقى فريفن بتتحرك خطوه لقدام وبتاخد شيلد من 95 ل 215 زائد 100% بونص دامج، كل ده بيتحول لشيلد لمده ثانيه ونص. لما بتدوس على الالت رينج ضربتك بيزيد وبتبقى ضربه من بعيد، وغير كده دامج الضربه بيزيد على حسب الاتش بي اللي خسرها العدو. كل لما خسر اتش بي كتير وكل ما كان العدو ابعد كل ما الدامج هيزيد. مبدئيا كده جيفن في اخر الجيم بتبقى تانك وبتعمل دامج عالي، وفوق كل ده هي سريعه، وغير كده عندها ستان. عايز تاني؟ الكيو والاي والدبليو سكيلات ذو حدين، بتعمل دامج للعدو وبتنقذ بيها نفسك. كده حلبي كده مشوني كده بقى عشان شخصية من الشخصيات اللي لما بتخش تيم فايت ممكن تسد قدام الخمسة. اي كومبو ليها يقدر يجيب اي عدو وان شوت. واحلى حاجة في الالت بتاعتها ان انت تقدر تضربها من بعيد. لما تلعب بيها خش في التيم فايت وفي وسط التيم فايت واضرب فيهم وما تخافش. سكيلاتها سهلة جدا بس لازم يكون عندك تفكير سريع. I'd never lie, said be true, I swear I'll try.